خلينا نبدا معاكي شهناز من البدايه. يعني برضو العاب القوه مؤخرا بقت السيدات فيها او الفتيات يعني بيحبوا ان هم يمارسوها، مش بقت حاجه غريبه زي الاول، ففي ثقافه واضح ان هي اتغيرت بشكل كبير جدا، وانت اخترتي الرمح برضو، فممكن نتكلم عن البدايه بتاعتك. هو انا ما اخترتش اللعبه، هي اللي اختارتني، عشان انا اصلا لعبت هاند بول، كنت باك ليفت قوي، فالكابتن جه قال انا عايز يعني عاملين اختبارات وتيجي اختبرك وكده، فروحت الحمد لله يعني اتقبلت في الاختبارات، والحمد لله دخلت اول بطوله دخلتها عملت مركز ثالث، وكنت قبلها مشاركه في بطولات المدارس وعامله مركز اول، فكانت اللعبه صراحه حبيتها جدا واتبسطت جدا يعني ان انا نجحت فيها، وكنت عند حسن ظن الكابتن. بس ده هاند بول؟ انا كنت لعبت هاند بول. وبعدين رحت رمي رمح. اوكي، بس يعني انا مش انت فاهم؟ يعني لا انا يعني ما كملتش في الهاند بول يعني عملتي فيها برضو رانكينجز كويسه، او يعني حققتي فيها حاجات كويسه وبعدين اتنقلتي. ايوه انا بلعب هاند بول، كنت بلعب هاند بول وانا عندي 4 سنين، كنت بدات في الزمالك ورحت الاهلي، تمام، وصلت للمنتخب وحصلت مشاكل ان كان في سفر هنا، فسافرت الالعاب القوه. أوكي. بعد ما دخلت فيها وخدت ثالث افريقيا وخدت اول عرب في نفس السنه اللي بطلت فيها هاندبول. بس واضح ان انت فعلا اكيد مميزه من يومك فيها، لان انت كنت في المنتخب الاول كمان تحت سن 12 ثم 14 16 18، فالاستمراريه دي اكيد ما جاتش من فراغ. عملتي ايه عشان تحافظي على المستوى ده وعشان تحافظي على هذا الكم من البطولات اللي انت بتحققيها؟ كنت بركز في التمرين قوي واتفرج على فيديوز ان انا احسن التكنيك بتاعي، مش كله قوه، بشوف السرعه، اركز على التكنيك، اركز على لياقه جسمي، احافظ على الحاجات اللي مميزه فيا، بتجنب طبعا اي عاده غلط يعني ممكن اعملها تبوظ ده، فده يعني اللي كان بيساعدني على ان انا ايه احافظ على مستوايا واكمل. بلس فترات الاعداد اللي كانت يعني بتاهلنا للبطولات بشكل جيد جدا صراحه يعني، والكابتن يعني ليه كامل الشكر على الكلام ده صراحه.